السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنفرح فاش كنت شي فيديو كنهضر معاكم. شكرا لكم كاملين. بالنسبه للفيديو تاع اليوم على الياس المنصوري اللي قالوا ضرب صويلح، وهالشي اللي قالت الصحافه في اش كي نيوز، انا غادي نقراه لكم. قال لك علم الموقع اش نيوز ان الفكاهي صويلح تعرض للضرب والتفرشيخ من طرف المغني ديستينغ المعروف باغنيه تيك تيك أثناء مشاركته في مهرجان المحمدية ليلة أمس الجمعة 18 غشت 2023. هو نفس المهرجان اللي كانت فيه الفنانة دنيا باطمة البارح. وحسب المعلومات التي حصل عليها الموقع، فإن الفكاهي صويلح الذي ينشط الحفلات في مهرجان المحمدية قاطع المغني ديستينغ أثناء غنائه على المسرح بعد أن أضاف 5 دقائق تقريبا على التوقيت المحدد له من إدارة المهرجان، وتوجه الى الجمهور قائلا: واش باغيين تسمعوا الشعبي؟ واش بغيتو تسمعوا الداودي؟ وهو ما اغضب صاحب اغنيه المكانه الذي تبعه مباشره نحو فضاء اقامه الفنانين وضربه بكروشي على وجهه. هذه هي الكمالة ديال الخبر الاول اللي كتبت اش نيوز. هو الصراحه ما عرفتش انا تصدع ولا تيكون في كل شيء، ولو تبي الفنانين بين كل شيء الله يحفظ. المهم نكمل لكم اشنو اللي كتبوا. وكان التفاعل قد وصل اوجع بين ديستينغ وجمهور مهرجان المحمديه الذي طلب المغني اكثر من مره باداء اغنيته الناجحه تك تك التي يرددها الشباب والاطفال ايضا، وانتشرت على نطاق واسع، وهو ما جعله يتاخر في النزول من المسرح وافساح المجال لفقره المغني الشعبي عبد الله الداودي. ولم تتوقف فوضى المهرجان المحمدية عند المعركة التي نشبت بين الفكاهي صويلح والمغني ديستينغ، بل تعدتها إلى معركة أخرى بين مدير أعمال مغنية تودع ريم الريجيسور بالحفل بالميكروفون بسبب خلافات حول التوقيت أيضا، حسب ما أكده مصدر مطلع. وهي المعركة التي نشبت في نفس سهرة أمس الجمعة 18 غشت 2023.